متابعي المربد في كل مكان، نحن متواجدين اليوم في مصفى ميسان. بداية نرحب بمدير المصفى الأستاذ غازي حسون، مرحبا بك في المربد. أهلا وسهلا سيد نور، أشكر سيد وأشكر كادر إذاعة المربد المتواجد في مصفى ميسان. خلينا نتحدث عن مصفى ميسان اليوم، إذا أريد نعطي نبذة عن مصفى ميسان، يعني إيش قد طاقته الإنتاجية، متى أسس مصفى ميسان؟ نعم، مصفى ميسان أحد تشكيلات شركة مصافية الجنوب، أنشئ عام 2009، طاقة الإنتاجية 40، حاليا 40 ألف برميل. يسد حاجة محافظة ميسان من المنتجات النفطية والمحافظات المجاورة، والفائض من الإنتاج المحلي يتم تجهيزه عبر المنفذ الجنوبي من منتوجي زيت الوقود والنفط. نعم. كم عدد الوحدات التكريرية اليوم الموجودة في مصفى ميسان؟ 4 وحدات تكريرية، طاقة الوحدة 10,000 برميل يوميا. نعم. ماذا عن المشاريع التطويرية من أجل زيادة الإنتاج في مصفى ميسان؟ هنالك خطة وضعت من قبل شركة مصافي الجنوب، هي لتطوير المصفى من خلال إضافة وحدة طاقة 70,000 برميل يوميا. نعم. مع كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية هي إنشاء وحدات تكميلية مثل وحدة تحصيل بنزين، ووحدة الهدرجة، وحدة إنتاج الأسفلت المؤكسد، ووحدة الـLPG الغاز المسال. هذه الهدف من هذه الوحدات التكميلية هي لتحسين مواصفات المنتوج وحسب التطور. أستاذ، يعني هل يتم إنتاج البنزين أم تعظيم البنزين فقط في مصفى ميسان؟ حاليا لا يوجد تعظيم ولا يوجد إنتاج، وإنما هنالك تم طلب وحدة إنتاج البنزين مع وحدة الهدرجة. نعم. لتحسين مواصفات وتجهيز المحافظة بالبنزين الممتاز. شو وقت ممكن تجهزون البنزين؟ حاليا كمراسلات مع شركة مصافي الجنوب مع وزارة النفط، وهنالك دراسة جدوى ودراسة فنية. في حالة اكتمال هذه الدراسات يصار إلى موافقات بعد رصد التمويل لهذه المشاريع والمباشرة بالمشاريع. نعم. إن شاء الله. نعم. إذا أريد نتحدث عن استقطابكم للأيدي العاملة، يعني في مصفى ميسان كم عدد العاملين؟ هل هناك فرص جديدة ممكن أن تتوفر في المصفى في حال يعني العمل على تطوير المشاريع؟ في بعض الأمر مصفى ميسان اشتغل بكادر 400 منتسب على الملاك الدائم، وتم طلب كوادر وعينت هذه الكوادر على شكل عقود، وبعد ذلك ثبتت، وحاليا استقطبت العاطلين على العمل وخاصة المهندسين. قبل فترة انه طلبوا يعينونهم اجور يومية، وحاليا ضمن الاجر اليومي. فمنتسب المصفى بين الكادر على الملاك الدائم وعقود 174 وعقد 192، وصل عدد الكادر الى 800 منتسب حاليا. معي الان الاستاذ ميثم جاسم امين، مهندس مناوب من شعبة الإنتاج، مرحبا بك في المربد. وسهلا يا مرحبا. وسهلا بك أستاذ ميثم، يا ريت حدثنا عن المشاريع التطويرية للإنتاج في مصفى ميسان. حقيقة احنا مصفى ميسان يتكون من 4 وحدات تشغيلية. نعم. ساعات الإنتاجية للوحدة التشغيلية 10,000 متر، 10,000 برميل، مجموع الكلي لـ4 وحدات هي 40,000 برميل. نعم. المشاريع إن شاء الله المستقبلية هي توسيع الخزانات الإنتاجية، بالإضافة إلى قدمنا طلبات إلى شركة مصافي الجنوب بإضافة وحدات تشغيلية. نعم. وإضافة وحدة تحصيل بنزين لتطوير المصفى، لأن المصفى يعني هو اليوم يسد حاجة المحافظة، يعني محافظة ميسان. نعم. مادة الديزل والRCR النفط الأسود والنفط الثقيلة والنفط الخفيفة. نعم. إيش قد تستهلك محافظة ميسان من هذه المواد يوميا؟ إنتاج يعني تقريبا احنا حسب المخططات اللي عندنا، الحسابات الإنتاجية، يعني ما معدل الانتاجنا احنا من 10 مترات الى 12 متر بالساعة من مادة الديزل. نعم. مجموع الانتاج 200 متر مكعب. نعم. فتسد حاجة المحافظة بهذا المنتوج. يعني تسد فقط حاجة المحافظة، لو عندكم ما يصدر الى باقي المحافظات؟ حاليا لا، احنا حاليا يسد حاجة المحافظة. نعم. من مادة الديزل فقط محافظة ميسان. يعني اذا اريد نزيد بهذه الطاقه ايش قد تردون توصلون؟ ممكن زياده الانتاج، يعني اذا اضفنا بعد وحدات تشغيليه راح يكون عندنا اضافه ايضا زياده بالانتاج. نعم. اكو مشاريع بهذا الامر ان شاء الله؟ مش يعني احنا مقدمين الخطه لشركه مصافي الجنوب. نعم. على زياده الوحدات التشغيليه واضافه قلت لك وحده تحصيل بنزين
لانه احنا عندنا نفس الثقيله نفس الخفيفه قاعد ترسل الى شركه مصافي الجنوب. نعم، يعني ماكو حاليا مشروع ينفذ في الوقت الحالي، عندكم خطط؟ خطط نعم. اخر نعم مشروع نعم تنفذ في مصفى ميسان لتطوير الانتاج شو وقت كان؟ والله صار عندنا توسيع بالخزانات. نعم. اللي عندنا اكو مشروع اكمل وهو المستودع الرئيسي. نعم. يعني كان عندنا مثل خزاناتنا هنا ما كانت مثل المستوى المطلوب، اضافه الى خزانات بعدين الشركه وسعت الخزانات، عندنا صار عندنا مستودع اللي هو بالبدايه. يعني هذه نعم التوسعه كانت ضمن حاجتكم في المصفى؟ نعم طبعا طبعا طبعا. نعم. وبحاجه الى خزانات اضافيه بعد ساعه خزنيه. متابعي المربد في كل مكان، لازلنا متواجدين داخل مصفى ميسان، نلتقي الان بمدير المشاريع في المصفى الاستاذ هادي كريم حميد. مرحبا بك في المربد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك استاذ هادي، يا ريت تحدثنا عن المشاريع التطويريه في حقل ميسان، وما هي المشاريع التي يتم العمل بها بالوقت الحالي؟ بفضل الله وبحمده تم انجاز المشاريع المنجزه حاليا والتي تم انجازها حديثا. تم إنجاز مشروع وحدة التكرير الرابعة، وهو مشروع إضافة إلى المصفى لزيادة طاقته إلى 40,000 برميل، كونه مشروع يتم إنتاج 10,000 برميل من زيت الغاز وزيت الوقود ومن نفط من مجموعة من المنتجات. وهنالك مشاريع أخرى تطويرية تتعلق بزيادة الطاقة الخزنية للمصفى، حيث عمدنا على إنجاز مشروع إنجاز خزانين سعة 5,000 متر مكعب وخزان سعة 2,500. وهذه المشاريع ما يميزها أنها مشاريع إنتاجية قامت إنتاجها أو تم إنجازها ضمن الجهد الوطني، حيث أن وزارة النفط كوزارة تحتوي على شركات تعمل ضمن القطاع المقاول يعني. فتم إنجاز مشروع التكرير الرابع من قبل شركة المعدات الهندسية الثقيلة، وهي شركة تابعة إلى وزارة النفط. وكذلك تم إنجاز مشروع الخزانات من قبل شركة المشاريع النفطية. مشروع وحدة التكرير الرابعة لمدة التنفيذ العمل 365 يوم تم إنجازه ضمن هذه الفترة، تم دخولها حيز العمل، ولكن هنالك ملاحق عقود تتعلق بأعمال إضافية تطويرية، مثلا إضافة معبر كونكريتي لغرض زيادة الطاقة. أستاذ، يعني هذه المشاريع اللي حضرتك تحدثت عنها خلال فترة ايش قد تم إنجازها في مصفى ميسان؟ حقيقة أنجزت خلال سنة 2020 و2021، على الرغم من وجود كورونا وحظر للتجوال والمنتشار المرض، تم إنجاز هذه المشاريع وإنجازها خلال هذه الفترة. أستاذ عدي، يا ريت تحدثنا عن إجراءات السلامة المتبعة في مصفى ميسان. إن شعبة الصحة والسلامة والبيئة في مصفى ميسان تعتبر من الشعب المهمة والحيوية في مصفى ميسان، لأنها بتماس مباشر مع حياة العاملين وأيضا الممتلكات العامة، حيث أن هدفها الأساسي والرئيسي هي المحافظة على عناصر الإنتاج وأولها العنصر البشري. نعم. وإجراء كافة الأعمال في الموقع دون أي حادث، سواء كانت هذه الأعمال داخل الموقع أو خارج الموقع. نعم، هل تمتلكون ما يكفي من أمور لوجستية للحفاظ على سلامة المصفى؟ نعم، تتوفر داخل الموقع المعدات الأساسية والضرورية لإخماد الحرائق، ومنها مثل ما تشاهدون سيارات الأطفاء متوفرة داخل مصفى ميسان، حيث أن شركة مصافي الجنوب دور فعال في تزويدنا بالسيارات الحديثة من سيارات إطفاء وسيارات إسعاف في الموقع. وأيضا تتوفر لدينا كافة أنواع المطافئ اليدوية المحمولة داخل الموقع.